اليوم لما يذكرون النجوم السوبر ستار بالنسبة لتاريخ فريق الوحدة، تتكلم مثلا عن عبيد، عن حاتم، عن أسامة هوساوي، ناصر الشمراني، عيسى المحياني، أبدا أنت ما تصف بينهم، ليش؟ عادي، بس خلي بالك هذول نجوم برضو. نتكلم على أسامة هوساوي منتخب، لا 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 معاك، أنا معاك معاك معاك، بس نحن ناس خدمنا في نادي الوحدة. هذا بيرجع للإعلام بشكل، لأنه هو خدم رياضيا مثلا المنتخب السعودي، بالذات لعيبة المنتخب زي عبيد زي أسامة، وكان له حضور معاي أنت. وطبعا كل واحد بياخد وقته، ياخد جيل وناصر وغيره وكذا، بس هذول انتقلوا لأندية تانية كثيرة. أنت ما سألتني، أنا ما زلت في نادي الوحدة. تكلم على 47 سنة أوكي. ويا ماجد 47 سنة حلو نادي الوحدة، ما طيب. تحركت من نادي الوحدة. طيب أبغى أسألك، ليش ما علمت زي ما هم علموا؟ طيب حاتم علم في نادي الوحدة كماركة، رغم أنه خلق وولد في الوحدة واعتزل في الوحدة، بس أنت ما علمت زي حاتم. ما شاء الله تبارك الله. حاتم خلينا، حاتم من الناشئين، هو بيلعب في نادي الوحدة، هو ما شاء الله متمكن من أول شيء، مثلا نقدر نقول مثلا المهارة أنه كان لاعب. أنا ما أحب منتخب الشباب، كان بيلعب منتخب الشباب ومنتخب الشباب، ما احب انا كذا كذا. ايش تبي تعرف؟ اعطيني بشكل مباشر، ليش انت نجوميه حاتم مثلا اقوى اكبر؟ ايوه الطبيعي يعني جدا، يعني هو احسن منك اكبر منك ككوره. ايوه اي طبيعي، كان لاعب وسط ملعب ليش ما ولعب اكثر مني. ليش ما قدرت تكون حاتم خيامي اخر، عبيد اخر، عيسى محياني اخر؟ انا كنت هداف في فتره معينه، ولعبت اكثر من موسم مع نادي الوحدة. أوكي. ولا تنسى أن أنا كنت لاعب طائر برضو، بس ما قدرت أعلم بالشكل اللي أنت متخيله، لكن أنا أحمد الله على حلو. حضوري في نادي الوحدة. أنت أديتني تكة أنا محضرها كمان. فضل. بدأت كلاعب طائرة. نعم. حلو. كيف تحولت إلى لاعب كرة قدم؟ عندي معلومة أنك لعبت دورة حواري. إيه. وصرت هداف دورة الحواري، قالوا يا أبويا تعال أنت مو طائرة، ورحت منتخب طائرة أنت ترى. منتخب ناشئين شباب أول. طيب كيف تحولت إلى لاعب كرة قدم؟ الوحداوية هم اللي حولوني. كيف حولوا؟ اللاعب كانت في مباراة ودية لكبار الوحدة اللاعبين القدامى، وكانوا متواجدين منهم المرحوم سعيد لبان ولطفي لبان الله يدي الصحة والعافية. أوكي. وحسن دوش واللاعب الكبار حقين الوحدة والبصنوي وكذا، يعني كذا لاعب. أوكي. وجاء قالوا نبي نشوف اللاعب هذا في المباراة الودية، وشافوني قالوا هذا لازم يسجل. ومعتمد خوجلي حلو، كانوا حسن السيد، انا اذكر الاسماء دي، هم اللي زكوني قالوا هذا بسرعه يسجل، قالوا لهم لاعب طايره ولاعب منتخب. حتى الوحدويه كانوا خايفين انهم لما ينسبوني من كره الطايره حروح نادي ثاني. سجلوني لاعب تنس طاوله. اوكي. اللعبه الفرديه جميل، لانه لازم تنسق من اللعبه الجماعيه. حلو. حاولت. طيب مهم جدا اليوم بحضورك كلاعب وحداوي سابق، ولدت في الوحدة. نعم. واعتزلت في الوحدة. مهم جدا أني أقول لك، مين عميد الأندية السعودية، الوحدة ولا الاتحاد؟ شوف ماجد، عليها مشاكل بالهب علينا، ما سبعين من المشاكل. أنا عن نفسي الوحدة. الوحدة مكة، لأنه أنا بدافع. تضحك علي ولا تضحك على الإعلام الرياضي السعودي؟ الإعلام الرياضي السعودي 30 سنة كان مع نادي الاتحاد، 40 سنة الماضية كان مع نادي الاتحاد، لأنه ما عندنا إعلاميين في مكة. أوكي. سلامة الإعلاميين اللي موجودين، التاريخ يا حبيبي، والتاريخ الحقيقي بيقول مكة، لأنه الثقافات كلها. قلت لك الكرة هذه مين جابها؟ الجاوة جابوها الأندونيسيين، وحتى شعارنا أحمر، شعار أندونيسيا، كان نادينا اسمه المختلط. طيب. زينا زي أي أندية كانت في الشرقية، في الوسطى، في جدة. طيب. حلو. نحن أصل للكرة. حلو. اديني بشكل سريع، ها أنت عربجي صح؟ لا سلامتنا والله. لا 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 لا، الكوره فيها كل شيء. لا 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 لا، مو البلطجه. شوف بسالك سؤال، الكوره فيها، الكوره فيها. بسالك سؤال، تفضل يا حبيبي. في واحد في مباراه يروح يدي حارس مرمى كف، وين احنا في الحواري؟ ما تصير حبيبي حبيبي حبيبي، في الحواري ما تصير. الكلام ده له 27 سنه. اوكي. شبيه، وهذه كانت من غيرتي على نادي النادي هبوط. المباراة دي لا كان فيها ناقة ولا جمل، أنا كنت احتياط ولا كنت لاعب المباراة أصلاً. مباراة نزلت الملعب والنتيجة 3-0 الوحدة والاتحاد قدام الاتحاد. طيب تقوم تدي كف؟ ما عندي كف ولا شيء ماجد، ما حصلت كده. أنا كنت برا الملعب ودخل فينا هدف واثنين، كنت أشاور للحارس أقول له انتبه ركز،
والحارس اصلا ونحن نازلين في السياره كان عندنا كوستر نادي الوحده امكانياتنا اللي هو ب 30 لاعب. حارس كان جانا من النادي الاهلي. نادي الاهلي كانوا عندهم نقل جماعي، كان عندهم معسكر مميز. كنت اسمعه بيردد انه النادي الاهلي وامكانياته ونحن كيف ننزل كده والوحده والمفروض. قلت له هذه امكانياتنا. لما حصلت المباراه كل هذه المبررات لا تمنحك الحق لانك تعطي الرجل. حصل نوع من الايه اني انا رجعت لايه وانا في الملعب باك جراوند. ايوه كده حسيت انه هذا بيتكلم شايف نفسه يقول شايف علينا. طب ليه جيت انا انت؟ طيب صحيح. وقال لي كلمه قال لي انتوا هبطوا يوم خلصت وانا خارج من الملعب. انا اخذت كرت احمر وخارج من الملعب. قال لي انت على اثرها تم شطبك بالضبط. اوكي ندمت؟ اكيد. طيب اكيد. اوكي طيب انت لما كنت نائب رئيس لا تهش ولا حتى تنش بدليل انه لم توقع ولا على ورقة مع انه من صلاحياتك صح؟ نعم ما وقعت ولا على ورقة بالضبط. يعني ما كنت تهش ولا ينش؟ لا تهش وانش بس حاجة. في المدرج تعمل في حركات لا وتترقص وتضحك في كل حاجة مع المدربين مع اللاعبين في الاختيارات في المعسكرات. حاتم في ديكتاتوري؟ لا أبداً. طيب أجل ليش ما كنت توقع؟ حاتم لا أنا كنت باعد نفسي عن النقطة دي حقت التوقيع لأنه حاتم أتفرغ للحاجات هذه. حلو. أنا الحاجات هذه أنا اخترت هذا اللاعب داريناتو جبته أنا، المدرب هذا جبته أنا طيب أتكلم معه أنا اللي أسويه لأنه عندي أسئلة كثير. عندي دارين بشكل مباشر. عندي دارين. حلو بشكل مباشر. أوكي يوم من الأيام ضربت صحفي؟ أذكرك الكلام حصل برضو من 35 سنة. أيوة. مباراة مهمة. أيوة. مع نادي الطائي وأنا خارج عرقان وجايب فيها جول متعادل وكان الصحفي أنا مو مديت الدعاء الصحفي حصل الموقف هذا حصل حتى عشان كده منعوا الصحفيين يخشوا غرفة اللبس. دخل غرفة الملابس وأنا عندي بغرفة الملابس ويضحك وكان في زي عوض رقعان. لا ما بذكر اسمه الله أوكي. يذكر عليه الله يستر عليه ورمضان طيب. كريم يعني معناته حصل معناته أنا أبصم لنفسي بالعشرة أنك بلطجي. لا مو بالشكل هذا لا واحد يا أخي ضارب صحفي شخصيتك وضارب حارس لا هذا الرجل جاء اتعدى علي في غرفة الملابس وقالوا ليش نطلب المثالية من الخوغير ليه ما نطلبها من رجل الإعلام الصحفي؟ إيش اللي تخش غرفة الملابس وأنا بألبس ملابسي اوكي مش غرفه الان صار زون منطقه زون ايوه منطقة طيب حلو شيء متطور الحقيقه. خلينا نروح حق اسامه هوساوي. ايش نروح لاسامه هوساوي في موضوع خاص. تفضل. انت عايش العصر عندما كان راح يوقع مع منصور البلوي وتحول التوقيع الى ان يوقع الى نادي الهلال وكل شيء كان خالص فعلا؟ نعم. ايش اعطيني حكي لي القصه كيف تحولت الصفقه؟ والله ماجد في الزمن هذاك أسامة هوساوي كان لاعب اتحاد. اوكي. ولا ما كان في اصلا في الفيفا ما كان عندهم تحط لاعب على قائمة الانتقال. اوكي. ما في الكلام هذا. حلو. عندنا كان استحدثوا وقالوا في الأخير إنه للاتحاد السعودي الرأي مدري إيه في فقرة من الفقرات وحاجة زي كذا. جميل. ولا أسامة كان لاعب اتحاد. إيش اللي حول الصفقة؟ بموافقة أسامة والوكيل وإدارة الوحدة ورئيس نادي الوحدة وموافقة اللاعب نفسه وحصل اللي حصل إنه توقفت الصفقة جاء توجيه من فوق من الجهات العليا انه توقف الصفقه هذه حصل كده. اوكي راح عند منصور هو فعلا؟ نعم. ايوه نعم واتفقوا على كل شيء على كل شيء وتغير المسار تغير المسار بين عشيه وضحاها بالضبط في لحظات. طيب عندك اسرار ثانيه عن هذا الموضوع؟ لا ما عندي. عندك اقوال اخرى؟ ما في هو ده اللي حصل. طيب اوكي ناخذ ايضا موضوع مهم. ناصر الشمراني جيت انت للرياض نعم. على اساس انه رايح اعاره لنادي النصر ويومها حتى ما رحت فندق نمت عند الكابتن سعيد العويران في البيت وعلى نعم. اساس انه الصفقه حتتم نعم. وتحولت ايضا بين عشيه وضحاها الى نادي الشباب. انا اللي حولتها بين عشيه وضحاها. اوكي احكي لي حفظا على حقوق نادي الوحده. ايوه كيف حولتها؟ ابدا نحن اعاره لمده 3 شهور ونبغى المال أوكي. اللي هو قيمه الصفقه. حلو. قالوا نكتب شيك نكتب ورق. قلت لا رسمي نادي الوحدة. حلو. روح بحساب نادي الوحدة الآن ولا سلمونا فلوسنا وانت ووقعوا كل حاجة. رجع قالوا لا نشوف نتقابل في الاتحاد. رحت اتقابلنا في الاتحاد جبتوا فلوسكم جبتوا شيك مصدق. قالوا لا قلنا انتهينا السلام عليكم. حلو. أنا
صاحب القرار. لو انا حكم ومعي صافره وحكم مباراه للوحده واي فريق اخر، صفرت الان خوغير يخش على غرفه الملابس، تيك شاور، جو تو ايربورت تو كايرو دايركت، صح ولا مش صح؟ اكيد لاعب هاوي من محترف. اوكي طيب عندي اجازه. طيب هل صحيح، انا تعجبني شفافيتك، هل صحيح انه يوم من الايام جمال تونسي راح يدور عليك في شوارع القاهره ومطاعم القاهره وجا ولقاك وجابك ورجعك ولعبت مباراه وسجلت؟ نعم. قال لك كل يوم روح القاهره. حصل. هذا مباراه كانت امام الاتحاد، فريق خسر المباراه وانا ما بلعب، قلت لهم خلاص انا حريح، انا لاعب هاوي، قلت لهم انا حريح خلاص بطلت ما عاد بلعب كوره. اوكي. اتفاجأت انه مو جمال تونسي ارسل شخصين عزيزين على قلبي. ايوه. خالي واخوي الكبير سمهم مخصوص. جيت لقيتهم في السكن حقي الخاص في القاهره، لقيتهم طالعت ايش جابكم؟ ضحكت، فهمت الموضوع. قلت لهم الان انا ارجع على ايش؟ على جده. فعلا رجعت على جده، لقيت جمال تونسي رئيس النادي في المعسكر، اخذني على المعسكر. وثاني يوم بالضبط لعبنا امام الاتحاد وكسبنا 1-0 وانا اللي سجلت الجول. طيب انت الهداف التاريخي بالنسبه للوحده امام الاتحاد. ارجع واسال سؤال قبل ما ادخل في موضوع الصور الاربعه اللي انت اخترتهم. يوم من الايام لعبت مباراه قدام الباطن، فمن الباطن الى القاهره ما في رحله. نعم. رحت الكويت، ومن الباطن لجده ما في رحله، لازم نرجع. المهم رحت الكويت عشان تطلع القاهرة، صح؟ المسافة 120 كيلو أقرب. أيوة رحت. انتهت مأموريتي. يعني رحت. أيوة رحت. أطلع. شوف يا ماجد، هذه أمور خاصة، وإذا أنت مخلص عملك أنت إيش تبغى؟ إن الأخوان عملهم. خلصت عملك وجهزت عملك خلاص. طيب سؤال الحين، أنت حترشح نفسك لنادي الوحدة صح؟ أيه. طيب كيف ترشح نفسك وأنت كل ويكند في القاهرة؟ لا مو كده، هي مو كل ويكند بالشكل اللي هي بس انا عشان انا رجل مثلا حبيت البلد هذه ولي بزنس هناك ولي املاك هناك، صرت يعني خلاص وطبيعه حياتي. ولا تنسى انه القاهره جده ساعه ونص كلها. طيب حلو. خلينا نخش في موضوع الصور. أول شيء الرمز الرياضي الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الأمير فيصل بن فهد، اللي قدم للرياضة السعودية الشيء الكثير، واليوم جزء كبير من الإرث والبنية التحتية اللي موجودة من ملاعب من منشآت هي تمت على أيام حقبته. تفضل. أمير فيصل الله يرحمه، لا تنسى أنه القرار كان صعب علي أنا شط، لكن الحقيقة الشخصية هذه الرياضية طبعا أنا رياضي، وشفت ازدهار الرياضة بالشكل اللي هو الموقف اللي بذكر لك هو، وشوفني برضو اتألم دحين الآن لأن تذكرت الوالدة الله يرحمها جالسة جنب كذا على كنب تلفزيون ام بي سي أعلن الخبر، والله افتكر دموعي كذا دموع تنزل، وهو ايه كان شاطبني وكل حاجة يعني. رجعت بعد الشطب طبعا وسويت حفل اعتزال وكذا، بس وفاة الرجل هذا طبعا صورة الطفل الصغير اللي كان شايلها. أيوة في الأردن. في 99 في الأردن صحيح. المنظر ده إلى الآن، الآن أنت بتكلمني وأنا بتخيله ودموعي كده تنزل، الله أكبر. وعلى فكرة جاني الخبر قبل ما أشوفها في التلفزيون. بس يوم شفتها في التلفزيون تألمت أكثر. إيه بالتليفون وأنا باخذ التليفون جاني الخبر من الرياض من هنا. وفاة الأمير فيصل. الله يرحمه. الله يرحمه في اللوسعة. طيب واحد. نعم، واحد من عرابين الترفيه اليوم وقدم للرياضة السعودية أيضا في مرحلة وحقبة الشيء الكثير، معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ أبو ناصر. معالي المستشار أنا أعجز عن الشكر، أشكره كيف ما أعرف، يا ريت أعرف طريقة أقدر أشكره بها، لأنه قد ما تكلمنا لأنه اللي سواه أبو ناصر لنادي الوحدة في تاريخ نادي الوحدة في الحقبة اللي أنا عايشها 47 سنة، ولا نادي الوحدة ما جاء رجل وقف من النادي. تخيل يا راجل الفريق كان في الدرجة الأولى ممنوع من التسجيل، فرق اليد والسلة والطائرة والقدم كلها ممنوعة حتى من الفيفا، وقف لنادي الوحدة كل حاجة وعمل النادي وتوجيهه وأفكاره، باص جديد، معسكر جديد، سووا صالات، سووا أعمل لبس،
شخصيه هيبه النادي الوحده. كنت افتكر اجي العب مع الهلال هنا، الهلال محمد بن فصل موجود صاحب السمو موجود، اساله النصر هازمين النصر في الموسم الاستثنائي حقهم، سعود السويلم نحن متعشين عنده في الليل، ثاني يوم هازمينه في وسط الرياض 2-1. جميل. حقيقة الهيبة دي سواها أبو ناصر. جميل. سريعا بس عشان وقتك أنت مش وقتي أنا، حاتم خيامي حبيبي وحبيبك. حاتم حقيقة الدرب اللي سواه للوحدة أنا أحمل هو المسؤولية. أنا في أي مجلس بقول حاتم السبب في الأربع سنين الأخيرة هذه، في الثلاث سنين أربع سنين الإدارة اللي موجودة حاليا. يعني كان استمرارك يا حاتم مطلوب مطلوب مطلوب. لو بس ما تقدر لما تجي صحته أمه حلفت عليه والدته طيب. وعنده الأذن الوسطى، عنده يعني ظروف الصحية فعلا أنا خلاني أوقف مكاني حلو. ولا شجاعة حاتم، وأنا عندي شجاعة وكلنا كنت أقدر، بس قال عبد الله لا أنا خلاص. حاتم قلت له مو معقول لما جميل. أجي أشوف النادي الآن أقول يا حاتم، يعني كده بقول لك انا باجي على حاجه في الموضوع ده. اخوك الكبير سريعا، اخوي الكبير الاستاذ عبد الرؤوف ابو سعود عبد الرؤوف خوقير، هذا اللي له اثر كبير في حياتي وشخصيتي، والحمد لله في اللي انا فيه في علمني حاجات كثير، واتوفى الوالد وقف معانا الاسره اخوان الحمد لله يعني. والد اخر يعني والد جميل تعلمت طيب. منه حاجات كثير ما اقدر قد كلمه شكر برضو هذا ما في طيب اكثر اسم. سبق اشتغلت ممثل انا؟ ايوه ابدا ولا في المدرسه الا لا لا افتكرت ايوه في المدرسه على احساسي سنه رابعه لا 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 سنه رابعه أيوة. سنه رابعه ابتدائي بس أيوة. حفله ايوه انا فاكر المسارح حقت المدارس حلو حفله بس وليش ما كملت؟ لا 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 انا من خلال الدقائق هذه حسيتك ممثل بارع لا 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 تهيألك على فكره شخصيتي واضحه ودغري بعدين عجبتني دغري اعجبتني ترى ما حجامل اعجبتني لانه السن هذا تدري عجبتني في ايش؟ تفضل كل المعلومات اللي غششوني فيها ناس يعرفوك ويعرفوني كويس جدا اعترفت فيها ما نفيت شيء حقيقي وليش تكذب انا سويت يكثر اللي ينفون لا 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 ما انفي ليه؟ دي حقائق وانا بكلمك حقائق طيب